الله، شحلات الفستان الازرق ينن حلوه قوي. سوسو احنا كذي خلصنا صح؟ شريتي كل اللي تبينه؟ كنت محتاجه حاجات كتير قوي. عليك بالف عافيه. ودي اسالك سؤال بس بصراحه منحرجه منك. ليه؟ اسالي زي ما انت عايزه. يعني انت قبل لا تتزوجين عبد الرحيم ما كنتي تهتمين بالملابس هالكثر، ايش فيك فجاه حبيتي السوق؟ دي وصيه عبد الرحيم يا هنادي، كان يقول لي يا سميه اشتري كل اللي نفسك فيه. يا بعد عمري انت الحين تحبينه صح؟ بحبه قوي، كان طيب وحنين، ده اغلى حب في الوجود. سوري لحظه. الو، منو معي؟ اي اسمعك. اي انا هنادي مرت محمد. اي نعم اخوي، انا هنادي مرت محمد عبد الرحمن. شنو؟ ليش؟ ايش فيه؟ باي مستشفى؟ مستشفى؟ يلا يا باي باي. في ايه يا هنادي؟ ما ادري المستشفى. محمد في المستشفى يا حبيبي يا محمد، ده ما يستاهلش كده ابدا. يا ربي شنو في؟ ايش صاير؟ ذكر الله يا جماعه، ان شاء الله ما في الا العافيه. لا اله الا الله. اللهم امين.